بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال: رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم. قال الشيخ: واستنكره أبو حاتم الرازي. استنكار أبي حاتم نقله عنه ابنه، فقد نقل عنه في كتاب العلل أن أباه أبا حاتم الرازي قال: إن هذا الحديث منكر، لم يروه غير طلق ابن غنام أو غنام، بل بالتشديد، بل طلق ابن غنام، إذ قد روى طلق هذا الحديث عن شريك وقيس عن أبي الحصين عن أبي هريرة رضي الله عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وإعلال هذا الحديث بطلق وافق فيه أبا حاتم البخاري أيضا رحمه الله تعالى. وطلق هذا مع أن جمعا من أهل العلم كالدار قطني وقبل ذلك ابن سعد قد وثقاه، إلا أنه قد أنكر عليه هذا الحديث، أنكره عليه الأئمة كالبخاري وأبي حاتم. ولذلك فإن إنكار الأئمة لبعض الأحاديث إنما يكون من باب صنعتهم وعلمهم، إذ يبعد أن يكون شريك بن عبد الله وقيس وهما قاضيا الكوفة لا يروي هذا الحديث عنهما إلا طلق وحده مع توثيقه في الجملة. ولذلك من نظر لظاهر الإسناد وتوسع في تصحيح هذا الحديث يكون قد خالف أئمة هذا الفن كالبخاري وأبي حاتم وغيرهما. ولذلك فإن الإمام أحمد لما ذكر له هذا الحديث: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، قال: هذا حديث باطل، ولا أعرف هذا الحديث من وجه يصح، فلا يصح هذا الحديث من جميع طرقه كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى. بيد أن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إغاثة اللهفان أطال في تتبع طرق هذا الحديث مع جزمه بعدم صحة هذا الطريق، ثم لما أطال في تتبع هذا الطرق قال: إن هذا الحديث بشواهده يصلح للاحتجاج بالشواهد، لا أنه صحيح في ذاته. وهذا من يعني دقته رحمة الله عليه في عدم الجزم بصحة ظاهر الإسناد مع إعلال الأئمة الكبار لهذا الحديث. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: المسألة الأولى فيه دليل على مشروعية الوديعة، إذ الوديعة صورة من صور الأمانات، بل إن بعض الشراح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة، فسر الأمانة بكونها الوديعة. والحقيقة أن الأمانة أشمل من كونها وديعة، فإنها تشمل الوديعة وسائر الحقوق التي في الذمة، فكل حق وجد في الذمة سواء بسبب معاوضة أو بسبب تصرف فإنه في هذه الحال يلزم رده لمستحقه. المسألة الثانية قال: ولا تخن من خانك. هذا الحديث أتي به من باب المقابلة، أي إذا خانك امرؤ فإنك لا تخنه، فهو من باب العقوبة بالعقوبة، فإن هذا لا يصح، وإنما الإنسان يؤدي الأمانة لأن هذا أمر منفصل، وأما الخائن فإن عقوبته على الله عز وجل. هذا الحديث فيه مسألة مهمة جدا استدل بها الفقهاء رحمة الله عليهم، وهو مسألة الظفر، وذلك إذا كان لشخص عند آخر حقا، وهذا الذي عنده الحق منع صاحبه إياه، فهل يجوز له أن يأخذ شيئا بدله مما ائتمنه عليه أم لا؟ صورة ذلك: زيد قد أقرض عمرا 1000 ريال، وفي نفس الوقت عمرو قد أعار زيدا 1000 ريال، كل واحد أقرض الثاني، واحد أقرض والثاني أعار، فهذا الأول الذي استقرض 1000 أنكرها وجحدها وقال: ليس لك عندي شيء. فجاء الثاني وقال: إن هذا قد أودعني شيئا يشابه قيمة ما استقرضه، فهل يجوز له أن يأخذ هذا الشيء في مقابله أم لا؟ هذه المسألة هي المشهورة بمسألة الظفر، هل يصح
أخذ الشيء في مقابل الحق أم لا؟ هذه المسألة يجب أن نقول إن لها صورتان، يجب أن نعرف هاتين الصورتين من باب تحليل محل النزاع، ثم نبين الخلاف في المسألة. أولا نقول إن من كان له حق على غيره وكان الذي عليه الحق ناو بذله، ينوي أن يبذل هذا الشيء، فإنه لا يجوز أن يأخذ شيئا مما عنده من الأمانات في مقابله، ما يجوز مطلقا، لأن من عليه الحق قد يعطيه شيئا آخر وله غرض في إعطائه شيئا بدل هذا الشيء الذي عندك، مثل شخص يعني عندك له 1000 ريال وهو يريد أن يعطيك وأنت قد أعرته شيئا قيمته 1000، فقلت سوف آخذ هذه 1000 في مقامه، نقول ما يجوز، لأنه ينوي أن يعطيك هذا الدين الذي في الذمة وهذا الحق الذي استوفي عليه. هذه الصورة الأولى التي يجب أن نخرجها من محل النزاع، وهو إذا كان من عليه الحق ينوي أن يبذل الحق. الحالة الثانية إذا كان ليس ناويا لرد الحق وكان مانعا له وجاحدا له، فإن مشهور المذهب أنه لا يجوز أخذ شيء مودع عند الشخص بدله، استدلالا بحديث الباب ولا تخن من خانك، ولذلك قالوا إنه لا يجوز مطلقا مدام أنت قد اؤتمنت عليه وقد وضعت يدك عليه من باب الوديعة والأمانة، فلا يجوز لك أن تخون هذه الوديعة بمنعها وجحدها واستهلاكها ونحو ذلك، فعملوا بهذا الحديث. الرواية الثانية في المذهب وهي التي اختارها الشيخ تقي الدين وابن القيم أنه يجوز ذلك بشرط أو بشرطين. الشرط الأول أنه لا بد أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا لا خفاء فيه، واضح ليس متردد، بعض الناس يتردد في معرفة سبب الاستحقاق، لا، هو يجب أن يكون سبب الحق ظاهر لا خفاء فيه جلي، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه لا بد أن يتعذر الأخذ، لا يمكن أن يؤخذ غير هذا المال الذي عندك أمانة، فلا يمكن أن تأخذ غير هذا المال. الأمر الثالث أن لا يفضي إلى ضرر أشد طبعا، ولا بد من ذكر هذا القيد الثالث. هذه الشروط ذكرها ابن القيم وذكرها الشيخ تقي الدين، ذكر ابن القيم في أحكام أهل الذمة وذكرها الشيخ تقي الدين في أكثر من مسألة. وسبب الخلاف بين هذين الروايتين في المذهب ما جاء في قصة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما، أعني أبا سفيان وزوجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لها أن تأخذ من مال أبي سفيان الذي هو عندها وديعة وأمانة في مقابل النفقة التي استحقتها على أبي سفيان. فأما مشهور المذهب فإنهم يعملون هذا خاص يقولون بالنفقة وما عداها فلا، والرواية الثانية يتوسعون ويقولون إن حديث الباب ولا تخن من خانك أي لا تقابل العقوبة بعقوبة، وأما الاستيفاء فليس من باب الخيانة وإنما من باب القضاء، وفرق بين مقابلة العقوبة بالعقوبة والاستيفاء، فإنه مستثنى من هذه الصورة. وقد أطال الزركشي في الرد على الرواية الثانية في وجه الجمع بين حديث امرأة أبي سفيان مع حديث الباب وأن هذا خاص، وذكر في ذلك أظن 3 أوجه أو 4 في شرح الزركشي على الخرقي وتراجع في محلها. نعم نعم، هذه أهم المسائل، تفضل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، عارية مضمونة أو عارية مؤداه؟ قال: بل عارية مؤداه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال: غصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس. نعم، هذا حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا، أي من الأدرع التي هي اليعلى. قال: قلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة أم عارية مؤداة؟ وسيأتي بعد قليل ما معنى قوله مضمونة، وأن لأهل العلم في توجيه كلمة مضمونة وجهان سنذكرهما بعد قليل. فقال: بل عارية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود، قال والنسائي وصححه ابن حبان. وقد ذكر ابن عبد الهادي أن رواة هذا الحديث ثقات. والحديث الثاني حديث صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين
فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة. قال: وأخرج له شاهدا ضعيفا من حديث ابن عباس. هذان الحديثان طبعا قيل إنهما حديث واحد، وقيل إنهما حديثان مختلفان، وقد رجح جمع من أهل العلم كابن حزم وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم حديث يعلى، بل قال ابن حزم إن حديث يعلى بن أمية هو الحديث الأول، هو أصح حديث في باب العارية، أصح حديث في باب العارية إنما هو حديث يعلى بن أمية. هذا الحديث فيه إشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها عارية مضمونة. ما معنى قوله إنها مضمونة؟ فقيل إن معنى قوله إنها مضمونة أي أنني أضمنها لك مطلقا إذا تلفت، أضمنها لك مطلقا إذا تلفت. وبناء على ذلك فهو من باب الوصف لا من باب الشرط، لم يشرط النبي صلى الله عليه وسلم أنها مضمونة في هذه الحال، وبناء على ذلك فإنه أخذ من هذا التفسير فقهاء المذهب أن كل عارية على الشخص فإنه يجب عليه ضمانها، فكل تلف على العين يجب ضمانه، وذكرنا هذا في القول الأول. الرواية الثانية في المذهب أنهم قالوا إن معنى قوله إنها عارية مضمونة أي أضمن لك تأديتها، لا أضمن لك عينها، وإنما أضمن لك تأديتها، لأنها جاءت في مقابلة الغصب، فالغصب لا يؤدى لا يرجع إلى صاحبه، فكأنه قال بل عارية مؤدة، فكأن مضمونة بمعنى مؤدات في الحديث الثاني. وسأرجع للحديث الأول بعد قليل، نحن الآن نتكلم عن الحديث الثاني ثم سأرجع للحديث الأول. إذن عرفنا معنى الحديثين، معنى هذا الحديث على الروايتين بسرعة، أعيدها مرة أخرى. على مشهور المذهب أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بل عارية مضمونة أي مضمونة من باب الخبر، فأنا أضمن عينها سواء تلفت بتفريط أو بدون تفريط. وعلى الرواية الثانية، وبناء على ذلك فإنها تكون مضمونة مطلقا. وعلى الرواية الثانية أن معنى قوله إنها مضمونة أي مضمونة أداؤها، أضمن لك أداءها، أني سأرجعها لك، أضمن أني سأرجعها لك، تكون في مقابلة الغصب، وحينئذ فإنها لا تضمن إلا بالتفريط. وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى، فإن ابن القيم في كتابه زاد المعاد المشهور بكتاب الهدي النبوي قد أطال في الانتصار لهذه المسألة، وهي قضية أن الأصل في العارية أنها لا تضمن إلا عند التفريط، ولكنه يجيز ابن القيم يجيز اشتراط الضمان كما سيأتي في شرح الحديث الأول. يقول يجوز أنك تشترط أنها مضمونة، ولكن الأصل أنها لا تضمن إلا بالتفريط. طبعا نحن نسبنا هذا القول لابن تيمية لأنه لا يعرف للشيخ تقي الدين كلامه في هذه المسألة، ولذلك فإن مرداوي في الإنصاف نسب هذا الاختيار لابن القيم وحده ولم ينسبه للشيخ تقي الدين. طيب، إذن عرفنا الآن الروايتين، أعيدهما لأني سأذكر فيهما قيدا بعد قيد فيما يتعلق في الشرط. مشهور المذهب أن كل عارية مضمونة عينها سواء تلفت بتفريط أو بدونه. والرواية الثانية أنها لا تضمن إلا إذا فرط المستعير فيها. استعرت منك أن قال من فانكسر، ما دمت لم أفرط فإني لا أضمن، لأن يدي يد أمانة، وإن كنت قد فرط بأن جعلت في مكان غير مأمون فسرق، أو تحت مكان أو على الأرض فجاء شخص ووطئه فانكسر ونحو ذلك، فإنك تضمن لأنك مفرط في الحفظ أو في الاستخدام ونحو ذلك. إذن عرفنا الفرق بين الروايتين، هذا من حيث أصل الضمان. نأتي للشرط. المذهب يقولون إن شرط الضمان إذا وجد في عقد العارية فوجوده وعدمه سواء. إذا قال عارية مضمونة، إذن هو في الحقيقة هي مضمونة أساسا، فالضمان موجود، وجوده وعدمه سواء، طيب، لأنها مضمونة أصلا بأصل العقد. لكن إذا شرط نفي الضمان، قال سأستعير منك هذه العين وأشرط عليك أنها إذا تلفت فإني لا أضمن إلا بالتفريط، إذا اشترط نفي الضمان، فالمذهب يقولون إن هذا الشرط باطل،
والعقد صحيح، لأنه شرط يخالف مقتضى العقد، أي أثر يخالف أثرا من آثاره، فيبطل الشرط ويصح العقد. على الرواية الثانية اشتراط نفي الضمان لا أثر له، لا أثر له. طيب اشتراط الضمان فيه يقولون يصح، يصح اشتراط الضمان. إذن الفرق بين الرواية الأولى والرواية الثانية أنهم أولا الضمان عند عدم التفريط، والفرق الثاني عند الاشتراط. فاشتراط نفي الضمان غير مؤثر، واشتراط الضمان على الرواية الثانية مؤثر. وبناء على ذلك لو رجعنا للحديث الأول على القول بصحته، مع أن بعض أهل العلم تكلم فيه كابن عبد الهادي حينما ذكر أن هذا الحديث يعني رواته ثقات، قال وقد أعل أي حديث يعلى بن أمية، بينما الحديث صفوان وهو الرواية الثانية ضعفه البخاري وقال إن هذا الحديث فيه اضطراب، ولا أعلم أن هذا الحديث رواه غير شريك بن عبد الله، قال وهذا الحديث ليس بالقوي. فالبخاري كان يصحح الرواية، يميل لتصحيح الرواية الأولى وهي حديث يعلى، كما ذكرت لكم قبل قليل أن ابن حزم وعبد الحق الشبيلي صححوا رواية يعلى على إعلال فيه كما نقل ابن عبد الهادي. إذن فعلى الرواية الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم عارية مضمونة أو عارية مؤدة، على المذهب واضح توجيهه تماما. توجيهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مؤدات، وأما الضمان هنا فمعناه ضمان التسليم، فأنا لا أمن لك بالتسليم لكنها مؤدة، هذا هو المعنى عندهم. بذلك نكون قد أنهينا هذا الباب، يبقى عندنا باب الغصب، وباب الغصب يأخذ وقتا طويلا، ثم الشفعة ربما لا نستمر إلا بعد العيد إن شاء الله، لأن الأسبوع القادم عندي مناقشة الصباح ومناقشة العصر فلا أستطيع، واللي بعد عندكم اختبارات عاد أنتم، فلعلنا نقف هنا، نكون إن شاء الله بعد العيد بمشيئة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يعني أنهينا لا بأس، يعني تقريبا أكثر من ثلثي الكتاب، أو لا أقل من ثلثي الكتاب بقليل، إن شاء الله في أقل من سنة نختم الكتاب بإذن الله عز وجل. في شيء مشايخ؟ في شيء شيخي؟ شيخ عبد الله في شيء؟ طيب صلى الله سمي شيخ فاتح إلا في حد. نعم صح كلامك صحيح. وبناء على ذلك فإن الرواية الثانية للشيخ تقي الدين يرى جواز، لأنه يرى أن الحد هذه كلمة حد، كل العقوبات تسمى حد، وذكر أنه يجوز الجلد بالحد ما لم تصل إلى يعني شيء زائد عن المقدر. وذلك الشيخ تقي الدين في باب التعازير يأخذ كثيرا بالرواية الموافقة لقول المالكية، فإن المالكية توسعون في التعازير، وهي رواية متقدمة عند الحنابلة، ليس بدعا في ذلك الشيخ تقي الدين وإنما انتصر لها. وأنا أقول دائما الشيخ تقي الدين يعني معجب أو يعني متأثر باثنين، وأتمنى أن كتب هذين الاثنين كانت وجدت، فإن حسب ما في كتب في الإنصاف دائما اختياراته توافقهما، وهو أبو بكر عبد العزيز وأبو علي ابن أبي موسى الشريف الكوفي قاضي الكوفة. وذلك الشيخ دائما يقول إن ابن أبي موسى أعلم بنصوص أحمد من القاضي أبي يعلى، وكان قرينين. أنا أقول هذا الكلام لماذا؟ لأن بعض الناس يظن أن الشيخ تقي الدين عندما يوافق في اختياره مذهب المالكية يقول أخذ قول المالكية، لا هو أخذ روايته في مذهب أحمد وافقت مذهب المالكية. والعجيب أن بعض الحنابل عنده رأي، وهو صاحب النهاية أبو المعالي ابن المنجة له رأي غريب، يقول يجب كل قول في المذاهب الأربعة نجعله قولا عندنا، يقول نريد أن نكثل الروايات في مذهب أحمد لكي يكون الشخص مجتهدا يأخذ ما شاء من المذاهب الأربعة وما زال حنبليا، كذا يقول. هذه ذكرها ابن المنجة، طبعا ليس المتأخر اللي هو صاحب الممتع، وإنما صاحب النهاية أبو المعالي. فكلامك صحيح في محل الشيخ فاتح، على المذهب حملوه على الحدود، كلامك صحيح. هنا في باب الكفالة، في باب الكفالة يذكروا القصاص، القصاص ما في كفالة عندهم المذهب في الذات، لا ولا في قصاص هنا. لا هنا قلنا الحديث استدلوا به استدلالا مع أنه ضعيف، وإنما أخذوا بالقاعدة أن كل العقوبات الجنائية،
طبعا ليس عندهم المذهب لا يرون عقوبة المالية، كل العقوبات الجنائية لعدم إمكان الاستيفاء من الكفيل فإنه لا تقام على. قد يقولون إن الحد هنا هو الحد الحدود السبعة ويلحق بها غيرها من العقوبات الجنائية، باب الإلحاق بعض، نعم بعض، والباقي يقاس عليه. كلامك صحيح، كلام صحيح. زاك سمي شيخي، ما راجعت والله شيخ، هل صلتني واستفدت زاك؟ ما راجعت والله. الليلة إن شاء الله وعد أرد لك برسالة، وعد وعد يا شيخ. سم إلا في حد. شيخ في سؤال أحسن الله إليك، الحديث الأول اللي في باب العارية على اليد ما أخذت يدل على عموم الضمان سواء فرط أم لم يفرط. نعم، استدل به أحمد على عموم الضمان، واستدل بهذا الحديث بنصه، استدل بهذا الحديث بنصه على عموم الضمان للجميع. نعم أحسن الله إليك. سؤال آخر بالنسبة في باب الوكالة، الجمعيات الخيرية ولا سيما الشيخ في رمضان في زكاة الفطر تأخذ حكم الوكيل عن الفقير في الاستلام ولا بعض الجمعيات ماذا تفعل؟ لأن زكاة الفطر يجب أن تخرج وتسلم للفقير يعني قبل صلاة العيد، ماذا يفعلون؟ يذهبون للفقراء، وهذه الجمعيات المدن الصغيرة، يذهب الفقراء يقول أعطني وكالة ويأخذ منه وكالة 100 فقير، ثم يأخذ من المحسن الأموال، وهذه الرز ما يعطيه الفقير يوم العيد، يقول نجعل عندنا مدة سنة كاملة عندنا مستودع، ثم نوزع على الفقير كل يوم جزء كل يوم جزء كل يوم جزء، هل هذا يجوز أم لا؟ فيأخذ فيكون تولى وكالة من الطرفين، فيكون قد تولى طرفي العقد في البذل وفي الأخذ. وضحت الفكرة؟ الفقهاء تكلموا عن ما يجوز فيه تولي طرفي العقد وما لا يجوز فيه تولي طرفي العقد، فذكروا أن الوكالة مثلا لا يجوز فيها تولي طرفي العقد في مشهور المذهب، لكن الذي عليه الفتوى وهي صدرت فيها فتوى من المفتي أن عمل الجمعية الخيرية أنه يجوز، لكن قاعدة المذهب ما يجوز، ما يجوز وكيل هنا وهنا عقود التبرعات، كان ذكرها في الكشاف في باب الوكالة، تحتاج إلى مزيد بحث، لكن في فتوى من اللجنة الدائمة أنه يجوز للجمعيات فعل ذلك، لكن في النفس شيء يا شيخ، في النفس شيء ليس بالسهل، وخاصة قاعدة الفقهاء في عقود الوكالات ما يصح. يعني أعطيك مثال مما قالوا أنه ما يصح في بيع العينة، قالوا لا يجوز أن يبيع على صاحبه ولا وكيله، نفس الشيء فلا يتولى طرفي العقد، لكن هناك يعني قد يكون معاوضات في البيع أشد، أما هذه أقرب إلى أشد. على العموم هي فيها فتوى بالجواز، فيها فتوى بالجواز، فيها فتوى بالجواز، أنا ما أدري، أبا أبحثها إن شاء الله وأرد لك، سأراجع كلام منصور وأرد لك. أظنها إجماع يا شيخ، تشككت الآن، لأن أصلاً العامل ما عليه شيء، ما بذل ريال واحد، لكن لو كان دخل بمال فتكون وضيعة على الجميع، فتكون عنان ومضاربة، أظنها إجماع يا شيخ قطعاً. العربون نوعان، عربون مؤقت وعربون يعني إلى أجل، وعربون مطلق، المذهب صح الثنتين. طيب إيه؟ بعتني أنت وأخذت، نعم ما لك حق الفسخ، لك حق الفسخ، لك حق الفسخ، يعني جعل الخيار لي ولك ولا لي الخيار بس، خلاص إذن خلاص ما لك حق الخيار، حتى لو هونت أنت العقد لازم، فهمت شلون؟ لكن لو كان عقد غير لازم يا شيخ، عقد غير لازم، الخيار لنا جميعا، فلو أنت الذي امتنعت فإنك ترد لي المال، يعني مثلا أنت تريد تفسخ العقد. طيب شوف، عندنا شيء اسمه فسخ وعندنا شيء اسمه انفساخ، هذا المصطلح ذكره ابن رجب، الفسخ يكون بالتراضي والانفساخ من غير تراضي، باختيار من له حق الاختيار مثل الشرط وغيره. في هذه الصورة ذكرت أنت بعت لي هذا الكأس بخمسة وأعطيتك عربون ريال، ثم قلت لا أريد، نريد نفسخ العقد، إذا كان لك حق الاختيار فإنك تفسخ مجانا،
ترجع لي العربون وانتهينا. كان في العقد نص أن بيننا مدة خيار مدة أسبوع أسبوعين. هذا يسمى انفساخ، ليس لك أن ترد شيء وإنما ترجع رأس المال وانتهينا. أما لو كان العقد لازم ليس لك حق الخيار ثم أردت بعد ذلك أن تفسخ العقد برضا مني، شوف الحالة الأولى ليس لي رضا، والحالة الثانية يجب أن يكون برضا، هذا يسمى فسخ العقد وهو الفسخ الرضائي. الفسخ الرضائي هناك قاعدة ذكرتها قبل، ابن رجب قالها، قال ويجوز الفسخ مع ربح ومنها الخلع. فيجوز لك أن تقول خلاص افسخ العقد أرجع لك العربون وزود لك عليه كذا، يجوز، بس يجب أن نفرق بين ثنتين. وهو الحنفيه ما عندهم العربون، ما يرى العربون للحنابلة فقط. المشتري إذا هون، نعم البائع إذا هون، هذا شرط عقدي ولا شرط قانوني؟ شرط قانوني، لا ليس له، هو القانونيين للفائدة يتوسعون في مبدأ التعويض المعنوي، ولذلك عندهم الفوائد الربوية هذه تسمى الفوائد العقدية، ترى في الحقيقة هي تعويض معنوي ولكنها مقدرة في القوانين الوضعية بمبلغ معين، هي ربا. وإذا كثير من صور التعويض المعنوي هي ربا وخاصة في الديون. الشرع ليس له أي أصل لهذا مطلقا إلا الذين سيتكلفون تكلفا. بعض المعاصرين تكلف في يسمونه التعويض عن العقوبة بالتعويض، يسمونها العقوبة بالتعويض، لأنه ليش سمها عقوبة؟ لم يجعلها تعويضا لكي لا تكون فائدة ربوية، يقول جعلناها من باب العقوبة بتعويض المستحق، وقاسوها على من سرق ثمرا أو كثرا، زين، لم يؤه الجريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه ضعفي قيمتها، أليس كذلك؟ فقالوا هذه الصورة الوحيدة التي، طبعا الشرع في الفقه ما في ثلاث صور ومنها الماشية أيضا، فقالوا يقاس عليها ما عداها. فتوسع المعاصرين شيخ يحاولون أن يبحثوا شو الفرق بين الفقيه إذا عرف بعض المسائل القانونية والعكس. القانوني مثل ما قال أبو تمام أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاويا فتمكن. القانوني عند هذا القانون يابد أن يلوي نصوص الشريعة حتى تجوز، لازم تجوز قصب الشيخ، ويأتيك بأشياء غريبة جدا. أما الذي بدأ بالشريعة وهذا الملحظ لاحظه أحمد شاكر، فقال فرق في رسالة التي عن القضاء الشرعي طبعت قبل بضع سنوات، قال فرق بين القانون إذا درس الفقه والعكس، أما الشرعي فإنه لا، يقول هذا أصلا مردود غير مقبول لا يقبل الشرع فيرده ابتداء. الثاني عند هذا هو الأول هو الثابت في ذهنه، هذا المبدأ غير صحيح، إلزاما الإلزام به لا يصح ابتداء. قد تقول إنه جانب عقدي تعاقد أنهما إذا انفسخ العقد يعني يكون مقابل عوض، يجوز، أما ابتداء فليس لازم. الشرط الجزائي شيخ مشكلة، هذا قلت لك الشرط الجزائي في الديون ما يجوز، هذا شرط جزائي في دين، الشرط الجزائي في الديون ما يجوز، لأنه قال لشوف الدين تعطيني ضعفة سمع شيخ. هم تكلموا يا شيخ في الأضحية وتكلموا عن الزكاة، مشهور المذهب أن النية تكون وقت التوكيل، وفي رواية نقلها صاحب الرعاية، طبعا صاحب الرعاية عندنا ابن حمدان علي بن عبد الله بن حمدان، العجيب هذا نكتة في قصته، اسمه علي بن عبد الله بن حمدان الحراني، طبع كتابه الرعاية حققه رجل اسمه علي بن عبد الله بن حمدان لكن ليس الحراني وإنما الشهري، نفس الاسم الثلاثي علي بن عبد الله بن حمدان، وهذه من النكت المعاصرة، المحقق اسمه الثلاثي كاسم المؤلف. ابن حمدان نقلوا عنه في الرعايتين كذا في الكشاف أنه قال لا بد من نية وقت الأضحية للموكل، ولا بد من نية وقت الفطر من بذل المال، لكن المذهب لا، وقت البذل يكفي، هذا هو المذهب نص عليها في الكشاف والإقناع قبله. طبعا الرعايتين الفائدة فيه إغراب، أما احتمالاته فهي ضعيفة لأنه يحتمل كثير أشياء غير مسبوقة، مو غير معتمد، هو معتمد بن حمدان،
لكنه يأتي باجتهادات من عنده، يأتي إذا قال وجه أو قال احتمال فليس لازما أنه صحيح. فابن حمدان عليه شوي يعني يظهر أنه يتوسع في التخريج. عندك هو ابن حمدان، وعندك تولنا أبو المعالي ابن المنجة صاحب النهاية، يعني أبو المعالي هذا إغرابه أشد، فكلامه غير معتمد مطلقا فيما تفرد به، لأن عنده مبدأ يقول كثر الروايات عندنا، دخل المذاهب الأربعة كلها والظاهرية خلها مع كلهم، كل أقوالهم رواية في مذهب أحمد، منهج له، فلذلك ولد أقوالا غير صحيحة. وفي أناس طبعا لأسباب أخرى رد قولهم مثل صاحب الروضة وغيره. سمع شيخ، هذه الشركة يعني مقصودة بذاتها أو فقط بالعقود والتعاون؟ لا، في شركات العقود، ليست في شركة الأملاك. شركات الأملاك غير مقصودة، بالعكس مذمومة. تقصد الشركة بذات الشركة وليس، لا، شركة الأملاك. شوف، شركة الأملاك تختلف، تكلم عن شركات العقود التي هي لأجل التجارة، تريد أن تتاجر، عندك مثلا 500 ريال وتريد أن تتاجر، تأتي بشخص معه 100 ريال تقول سأدخل معي في هذه الشركة وأعمل معي، أو أنا أعمل وحدي فأدخل معك غيرك. شركات العقود دون شركات الأملاك. لا، شركات الأملاك ليس ممدوحا. لا، هذه مو بشركة يا شيخ، جعلك الجنة، هذه قرض. قرض؟ لا، قرض. لا، هذا قرض يا شيخ، قرض محض. لا، الشركة فيها نماء، هذا ما فيها نماء، تدفع 500 ترجع لك 500، ما فيها يا شيخ. لا، قرض محض يعني. والنفع الذي فيها نقول يجوز، لماذا؟ لأنه نفع متعلق بالوفاء. بعض أهل العلم قديما يوم أول ما جاءت جمعية الموظفين قالوا ما تجوز، لأن فيها منفعة أنك تأخذ قبل غيرك. فبالعكس، القاعدة الصحيحة أن المنفعة إذا كانت متعلقة بالوفاء، يعني كيفية الوفاء، فإنها تجوز. وذلك صدرت فتوى المعتمدة أن جمعية الموظفين تجوز. سمي الشيخ. نعم. يعني ما أعطاه كاش، أعطاه هناك، قال أعطي أهلي هناك بالجنيه، بالجنيه، وإذا جئت السعودية سأعطيك إياها. نقول يجوز، بس بشرط أن يكون بسعر السداد الآن، ليس بالسعر الماضي، لأن الدين الثابت في الذمة هو بالجنيه، ويقضيها، مر معنا حديث ابن عمر، ويقضيها هنا حديث ابن عمر مرفوعا موقوفا والموقوف أصح، بس يجب أن يكون بسعرها اليوم ليس بسعرها الماضي، لأن لو كان بسعرها الماضي معناها صرف وتفرق ولم يتقابض، ما يجوز. الحوالات المصرفية الآن هذه وكالة يا شيخ، وليست يعني صرف حوالة حالية. شو معنى وكالة؟ أنا عندما أذهب للمصرف فلي حالتان، إما نقول هذه 100 ريال أوصلها إلى السودان 100 ريال وخذ أجرة على عملك، هذه انتهينا منها. الحالة الثانية أن أقول له هذه 100 ريال كم تعادل بالجنيه، خلنا نقول 200 جنيه مثلا، هذه تعادل 100 جنيه الآن، يصرف لك سعرها الآن ثم توكله بتسليمها. يأتي هنا إشكال، أنك عندما تحول 100 ريالات إلى جنيهات أين التقابض؟ لا يوجد تقابض. أفتى كثير من المعاصرين، ويعني أفتى بها واحد حتى في مجلس وكان الشيخ حاضر، ما تكلم، ما أدري هو إقرار أم عدم إقرار، لا أدري، وهو الشيخ عبد الله بسام، كنا في منزل الشيخ، أن هذا السند كالقبض الحكمي، يعني كأني قبضت زي الشيك. طبعا الشيك لا شك أنه قبض الآن، لأنها أداة وفاء، الشيك أداة وفاء، لكن السند ليس أداة وفاء وإنما أداة توثيق. الإشكال أن هذا ليس سند، السند القانوني الذي يكون قابل للتداول ليس هذا، هذا ليس سند، هذا يعني سند استلهام أو شيء، لكن السند الذي هو له قوة قانونية في التداول، السند الدين الذي له شروط معينة، هذا ليس منه، هذا لا يقبل التداول. لكن قالوها أحيانا قد تذهب للقول الضعيف للحاجة، تمنع إيش؟ السعودي مثلا أو الدولار، لازم بالجنيه عشان يقوى، عشان تكثر، نعم، لكي يقوى سعر الصرف، إذا كان الدولة يعني عليها سعر الصرف قوي ترتفع، وهذا من صالح البلد، أعطي فلان كذا مبلغ كذا، والثاني موجود في المجلس هناك. هذه المشكلة، مشكلة التقابض يا شيخ الآن.
المشكلة التقابض هذه هي مشكلة. كل المشكلة هم حلوها بالسند. السوق هذه الموازية أو السوق السوداء ما فيها سند، لكن السند هذا إثبات ديني شيخ. ما أحد قال من أهل العلم أن السند المكتوب هذا يقوم. لكن الحل الذي يجوز نقول لهذا الرجل حولها هناك بسعر ذلك اليوم، بس اليوم الذي يستلمها الرجل في السودان، يعني مثلا إيه ما في إشكال يعطون الجنيهات. يعني مثلا الآن يا شيخ تعرف السعر يختلف باليوم، نقول أنا سأعطيك الآن سيستلمها منك بعد أسبوع، لكن ليس بسعر اليوم، سعر بعد أسبوع، قد يكون من صالحي قد يكون من صالحك، هذا يجوز. ليش مطلقا؟ صرف، لأن الذي في الذمة هناك عند وكيل صاحبنا هذا هناك الذي في ذمته ريالات، ونظرا لأن الدولة تمنع أن تعطيه ريالات ولا توجد في البلد ريالات فيعطيه بدلها وهو الجنيهات عندهم بس. صح. هنا يعني حلو، أو يتقابضون هنا، يقول كم هذه جنيهات، حط عدد جنيهات سودانية، خلاص أنت أعطيتني سعودية خذ بدلها جنيهات، شفتها خلاص. لكن لا يعلق هذا على ذاك عشان ما يكون باب ربط تعليق عقد على عقد. لا، حل ثاني لقينا اللي قلت قبل قليل، هذا الذي في السوق السوداء يأتي لي هذا الرجل أعطيته 100 ريال تعادل 200 جنيه، فيعطيه 200 جنيه فيقبضها. لا، هنا أنا رحت لهذا الرجل أبى أحول لأخي في السودان، هذا الذي هنا تحول للسودان، إيه نعم، كم 100 ريال سعودي، 100 ريال يعادل 200 جنيه، زين يا عبد السلام، نعم خذ 200 جنيه يا عبد السلام، أخذ 200 جنيه، تبغاني أوصلها لك، أعطني إياها أوصلها. وضحت يا شيخ؟ تصل هناك 200، هذا ما فيها إشكال. معنى والله يا شيخ يعني أعيدها، أنا يا شيخ أنا هنا وأنت أخي في السودان، والوسيط التاجر السوق السوداء شيخ حمزة، أجي حمزة أقول له هذه 100 ريال أبغاها توصلها لأخوي محمد في السودان، دق بالآلة قال تساوي 200 جنيه سوداني، طيب أعطني 100، أعطيه 100، هو هنا في الرياض معي، فيأخذ 100، ثم يقول خذ هذه 200 جنيه سوداني فأستلمها، فيكون قبض. إذن هذا صحيح، هذا عقد الصرف انتهى. ثم بعد ذلك أقول خذ ودها هناك. ليش؟ ما يوجد جنيهات هنا في السوق أبدا، سبحان الله. حتى مكة، أتوقع مكة والمدينة فيها، مكة والمدينة فيه، عجيب، عشان حجاج والمعتمرين شيخ، سبحان الله. هو على العموم هم يتوسعون شيخ، يسمونها القبض الحكمي هذا، بس القبض الحكمي في نفسي شيء منه، أنا ما أقولك حرام ولا أقولك حلال. قالوا السند قبض حكمي، على رأيك قبل قليل أن مجرد بس الكلام ما يسمى قبض يا شيخ، إن القبض يدا بيد، يعني النص صريح، إذا توسعت كل شيء بيجوز، كل شيء بيجوز يا شيخ، يعني مشكلة صحيح، يعني خطير هذا الكلام. التوسع في القبض الحكمي هذا يا شيخ خاصة في النقدين خطير، بس هم يقولون ما أدري حقة السندات هذه. طيب الحل الآن يا شيخ، وقت السداد يصرف في البنك ولا خارج بنك؟ في بنك ما في مشكلة، انتهينا منها، البنك عندك سند، يعطيك سند، والسند يقولون هذا بمثابة يعني القبض. ليش؟ لأنك تستطيع أن تقول خذوا السند أعطوني فلوسي الآن فيعطونك إياه. لكن الشخص الذي في الخارج ما في سند، أين التقابض؟ أغلب الناس يحول عن طريق برا، يصير فرق السعر أعلى يا شيخ، غير البنوك يصير فرق السعر أعلى، لأن ليس عنده موظفين، ليس عنده مكاتب، ففي توفير أكثر. الآن يا شيخ لو تدين ثم أراد أن يرجع مبلغ الدين، يكون وقت السداد هو وقت الصرف، يعني وقت يعني مبلغ الصرف وقت السداد، إيه؟ لو أراد أن يرجعها بعملة أخرى يجب أن يكون وقت التسليم، ذكرنا في حديث ابن عمر، إذا كان يشتري بالبقيع بالدراهم ثم يردها بالدراهم بالدنانير، قال يجوز إذا كان بسعر يومها، سعر الآن وقت السداد. ساعة نبكر.
البنك أصلا وأنت جالس يحولها لك، يقول لك الريال يعادل كذا جنيه. هنا محل إشكال، المفروض أن يحولها هناك عند الذي يستلمها ليس الآن، لكن قالوا لما حولها الآن وعطاك السعر فالقبض الحكمي يكون بالسند. شوف شوف أعيدها لك بصورة أخرى، الحوالات البنكية لها صورتين، إما أن يعطيك السعر الآن كم الريال يعادل من جنيه سوداني، أو يقول لك لا سأحولها بالريال وهناك نحسب للمستلم كم تعادل بالجنيه. الصورة الثانية تجوز، ما في مشكلة، ما في أي مشكلة، حولها هناك أو حولها للسودان 500 ريال سعودي. فإذا جاء أخي يستلمها يقول شوف أنت حول لك 500 ريال سعودي، ما عندنا ريال، سنعطيك إجباري جنيه لكن بسعر اليوم، يدق على الآلة بسعر اليوم، قد يكون أيام الحج يرتفع الريال السعودي معروف، مواسم غير الحج ينخفض الريال السعودي معروف، عندك أيام الحج ورمضان ترتفع الريال السعودي يصل 20% ارتفاعه ولا لا 20%، يقول يصل أحيانا 20%، أول العام وصل في مصر ارتفاع 20% أيام الحج ورمضان. فإذا استلمه في هذه الوقتين معناه أنه سيأخذ جنيهات أقل، إذا استلمه في غير هذه الوقتين يأخذ جنيهات أكثر. إذن وضح الصورة الأولى، الصورة الأولى أني أحولها هناك بالريال وهناك مكتبي المكتب الحوالات يحولها في لحظة الاستلام بالجنيه السوداني، هذه تجوز لأن الدين هو في الذمة بالريالات ثم حولها وقت القبض بالجنيهات. المشكلة في الصورة الثانية تعملها البنوك الآن وغير البنوك، وأنت عنده الآن الذي في الرياض يقول لك تعادل كذا، استلمها بكرة بعد سنة بعد شهرين بعد ثلاثة ما لي دخل، الآن سأحولها له بسعر كذا. قالوا بس أشرح المثال، قالوا إنك إذا حولتها واستلمت السند من البنك هذا كأنك قبضت الجنيهات قبض حكمي بالسند. جاء الشيخ فاتح شو يقول؟ يقول طيب هذا اللي برا ما عنده سندات، يعطيك ورقة عادية، هذا ما حد يقول لها سند ولا لها أي قيمة إلا ارفع دعوة ما أدري إيش، هذا ليس قبضا حكميا، لو توسعت في القبض الحكمي لأبحت كل ربا نسى في الدنيا. لذلك الحل إما أن يعني تجعلها حيلة، ونحن قلنا قاعدة في الحيلة ما هي؟ إن كل عقد حرم لغيره تجوز الحيلة فيه، وما حرم لذاته فلا تجوز الحيلة فيه، قاعدة. والربا قلنا ثلاثة أنواع، نسى وفضل وجاهلية جمع النسى والفضل. فالجاهلية محرم لذاته فلا تجوز التحيل عليه بأي صورة من الصور ومنها العينة. النسى منفردا يجوز الحيلة عليه، الفضل وحده يجوز الحيلة عليه، مثل بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، هذا فضل فجاز التحيل عليه إن سميتها تحيل. لأن قد تقول لي، قد يقول واحد يقول يعني عندما تأتي للصراف تقول لا أعطني جنيهات الآن ثم أخذ وحولها، هذه حيلة. نقول نعم هذه الحيلة تجوز في ما حرم تحريم وسائل لا ما حرم تحريم مقاصد، يعني أظنها واضحة. هي مشكلة المسألة، يعني خلنا أعطيك مثلا، مثال خلنا نقول الحوالة الراجحي، مدام إحنا نصلي مثل الراجحي، أذهب للراجحي أقول حول لي 500 ريال للسودان، يقول خاص 500 ريال يحولها للسودان، فضل شيخي حولها للسودان 500 ريال، يأتي أخوي في السودان يستلمها، يأتي مندوب الراجحي يقول له لك 500 ريال سعودي، لكن لن أعطيك يا سعودي لأن النظام يمنع أو ليس عندي كذا، سأعطيك بدلا منها سوداني جنيهات. الآن كم سعرها اليوم؟ يضرب بالآلة الحاسبة 500 ريال كم تعادل، ثم يقول خذ. هذا ما يطبقونها، هم يطبقون الصورة الثانية، من الرياض الراجح يعلم كم تعادل بالسودان. وجه الجواز، الجواز أنني حولت، هذا وكيل، وكيل لي حول لي هناك في ذمته فرع الراجح هناك 500 ريال، فهو مدين لي أو لأخي، خلنا نقول مدين لأخي، أخوي يطلب 500 ريال، ونحن قلنا إنه يجوز إبدال ما في الذمة بغيره بسعر يومه كما قال الحديث بن عمر، بسعر اليوم ليس بسعر قبل شهر شهرين، بسعر اليوم، كذلك يجوز. ليه؟ يقول هي حوالة دين، قل دين، سفتجة في هذه الصورة، سفتجة في رسالة طبعت في كتب الشريعة عن الحوالات المالية، طبعت طبعها الراجحي أيضا، مجلد كبير جدا للحوالات المصرفية، ما بالها في رسالة دكتوراه جيدة أحكام الأوراق التجارية الشيخ الخفلان جيدة.
يعني فيها يعني بما تفضلت فيه من السفتجة وغيرها من يعني العقود اللي فيها إشكال، لا سيما يعني المعاملات البنكية، أحكام الأوراق التجارية. شيخ، الآن الإشكالية بالتحويل، الآن كمثال بنك الراجحي أن يحول مثلا 500 ريال في نفس اللحظة قبل أن تصل إلى الدولة الأخرى الشرعي. في عندنا شيء اسمه أوراق تجارية وفي شيء اسمه أوراق مالية. أنت أخذ كتاب سعد؟ إيه صح صح. لا، الإشكال الشرعي أنه حولها لك إلى جنيهات سودانية ما قبضت. وين القبض؟ ما يجوز يا شيخ، أنك مصارفة بدون تقابض. لما يحولها ريالات هناك يكون المصارفة هناك فيجوز في مجلس واحد، هنا ما أين المصارفة؟ مصارفة أين التقابض؟ ما يجوز. شرط صحة الصرف القبض، من شرط صحة الصرف القبض. أنا صرفت ريالات بجنيهات لم أقبضها، عقد باطل. ماذا قالوا هناك؟ قبض إيش؟ حكم. بس يقولون ما أدري صح ولا لا، هم يقولون مش هو الناس عليها. ساكن الله. السلام عليكم ورحمة الله.